السلام عليكم، مرحبا بكم في دايدي ساوندي. اليوم غادي نقدم لكم قفص اللي نخدموه للارانب، يعني القنية. مكان اللي تولد فيه هو هذا اللي منا، والمكان اللي تاكل فيه وتخرج هو هذا. باش خدمناه بهاد الكرياج اللي هو غير ديال الثلاجة. كيف ما كتعرفوا الكريا هذاك القفص ديال الارانب كيكون غالي، هذا ما كيطيحش بقل من 30 درهم او نقولوا حتى 50 درهم، وهو في الحقيقه راه كيتباع 500 درهم 600 درهم. كيفاش كنديروا له؟ كنختاروا هذا الكرياج هذا، وكنلاقيو غير بالسلك، كنربطو، كنشوفوا اي خشبه، أربعة ديال العوارض الخشبية اللي كنديرهم أرجل لهاد القفص، وكنديرو طولة لتحت. الطولة هي اللي الأوساخ اللي كتهود من عند هاد الأرانب، كتهود مع هاد الطولة هادي باش ما تجمعش هنا لداخل، كتهود كطيح هنايا، كتهود حتى لتحت هنا في هاد الجهة. كنديرو لها شي سطر لتحت، تما كاع الأوساخ كطيح تماك، يعني ما غاديش تجمع. ثم عندنا هاد من هنا كنحلو عليهم. كيفاش كنديرو لهم؟ غير السلك من هاد الجهة، السلك من هاد الجهة. مكان الولادة اللي مهم هو هذا، هي قرعة عادية كنثقبوها بهذا الشكل، كنربطوها من تحت، وكنديرو لها هنا فتحة في هذه الجهة اللي هنا. هذه هي فين غتبقى تدخل الأرنب، هنا فين غتكون عندو الولادة. كنديروها واحد شوية عالية هنا باش حديثي الولادة ما كيخرجوش، يكبروا بواحد هكا اسابيع عاد يقدروا يخرجوا من هنا يجيو ياكلوا. في الاول من الافضل يكونوا يبقاو غير داخل هنا. هذا هو الشكل. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، هو غالبا غادي يعجبكم لانه اقتصادي، من حوايج عاديين كنكونوا هذا القفص. ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، والى اللقاء.